الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن بارت 2 من الهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتيليشن. وقلنا السلسلة موجهة لزملائنا داخلين الماستر والزمالات ان شاء الله. كنا اتكلمنا عن الانيشال اوتلاين، اتكلمنا عن what is high frequency, how does it work, and the third thing how high frequency oscillation ventilation and long injury. يعني النهاردة هنتكلم عن علاقة high frequency وبال long injury، وبعدين later هنتكلم عن indication basic parameters وال practical use of high frequency وال evidence. وزي ما قلنا في المحاضرة السابقة يعني on high frequency يعني what is high frequency، يعني سباب with wiggling or oscillation. سباب يعني سباب، يعني انت عندك a high constant distending pressure، فبالتالي انت بتحافظ بتعمل good recruitment لل lung. طيب ان الواجلينج هي اللي قلنا هي عباره عن اللي هي البريشر اوسيليشن اراوند ذا ماب، اللي هو في الكونفنشن كان البي اي بي، فبالتالي هو ده بالنسبه الواجلينج اللي هي عباره عن شيست موفمنت، واجلينج شيست موفمنت وريجوليتد ويز امبليتود والباور والفريكوانسي. فبالتالي انت عندك الهاي فريكوانسي عباره عن سباب ويز واجلينج اور اوسيليشن، الاثنين بريجر، واحد اللي هو الكونستانت هاي بريجر عشان يفتح لك اللنج، والثاني اللي هو عباره عن البريجر اوسيليشن اللي هو اراوند الماب وبيسموه اللي هو الامبليتيود او الدلتا بي، وده اللي بيعتبر اللي هو البي اي بي في الكونفنشنال ميكانيكال فنتيليشن، وعاده بيكون لو عشان يمنع الايه الباروتوما. هنذكر نفسينا برضو ان المره اللي فاتت ان احنا قلنا وات السباب، وقلناها ان انت عندك هاي فريكوانسي ventilation that use piston pump or vibration diaphragm operating at the frequency high frequency. وصلنا قلنا ال high frequency any rate more than 150 by any means call it high frequency to vibrate the air in and out، زي ما احنا قلنا ومثلناها بالسرنجة عبارة عن اللي هي ال piston pump او diaphragm operating diaphragm، ان انت بت push the air in وبتسق ال air out forward and backward forward and backward. هو ده بالنسبه للبستون، ان انت اللي هو اللي بيسموه الدايفراماتيك اوبريشنز، من دايفرام يروح يخبط في الدايفرام ويرجع تاني دايفرام تو دايفرام، وتعمل اكس راي تشوف الدايفرام المفروض ان هو من 8 تو 9، ده اليوجوال اكسبانشن لللنج. يبقى عندك ثلاثه دايفرام، ان هنا عندك الاوبريتنج دايفرام او البستون بيبعت الاير فورورد يعني على اساس انه اكتيف انسبيريشن، يخبط في الدايفرام يرجع لك الاير مره ثانيه، تعمل له باكورد اللي هو اكتيف اكزهاليشنز، وبعدين تعمل اكس راي تشوف الايه اللونج اكسبانشن وتشوف البريشر اللي انت اديته له ده اتس اكوريت اور ابروبريت اور اوبتيمال فور بيشن اور نو. يبقى هنا الهاي فريكوانسي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت هو عباره عن هاي فريكوانسي يعني هاي ريت ويز سمول تايدر فوليوم، اللي احنا قلنا اقل من الديد سبيس اللي هي 1 2 3 ام ال بير كي جي. النقطة الثانية اللي هي اللي عملنا امفسايز عليها انها both inspiration and expiration بيكونوا active، عكس الconventional بيكون الانسبيريشن بيكون active والاكسبيريشن بيكون passive. هنا في الهاي فريكونسي الاثنين بيكونوا active، وعرفنا فايدة انه active ان انت بتسق الاير بتسق السويد will help for elimination of the CO2، لان احنا فايدة الفنتيليشن oxygenation and ventilation، ان الاكسجينيشن عن طريق السباب والماب، وال الفنتيليشن اللي هي الواجلينج والاستوريتري بريشر والامبليتيود، ان انت بتعمل اليمينيشن للسي او 2 عفوا. الاكسجين اوكسجينيشن اند فنتيليشن ار ديكابلنج، وقلنا ايه ميزه الديكابلنج ان هما الاثنين كل ايزي تو مانيبوليت، انها ايزي تو مانيبوليت. يبقى البيستون بامب ديليفر اكتيف انسبيريشن اكتيف اكسبيريشن تو بروديوس بريشر اوسيليشن اراوند الماب. النقطة الثانية اللي احنا قلنا how does it work، احنا قلنا عبارة عن طبعا ده كله physics physics، انت just to mention how does it work only، يعني no need انت to go in details in this slide، just how it is work على طول. ان عندك ثلاثة ليفل، عندك التراكية وعندك البرونكول وعندك الالفولاي. convection عن طريق ان هو بيحصل proximal alveolar unit are exposed to central airway with oscillatory pressure، يعني بيحصل لك حاجه اسمها اسيمتريكال بريستي بروفايل،
اسيمتريكال اسيمتريكال فيلوسيتي بروفايل، بيحصل اسيمتريكال في 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 الاير اللي داخل، وبيحصل له تيربولنس وتيلرز، وبيبتدي يتشكل على حسب البريشر، لانه بيواجه هاي بريشر، فيبتدي ان هو يكون هاي اوسيليشن في الاول، وبيبتدي ينزل تدريجيا لحد ما يوصل للالفولاي، يوصل بدل فور اكزامبل لو انت حاطط امبليتود 30، قبل ما يوصل للالفولاي يوصل لها 3، فبالتالي بيسموه الجنتل فنتيليشن. يبقى عندك ان هي كونفكشن وكونفكشن ديفيوجن والديفيوجن، وقلنا ان هي من ضمن الحاجات اللي هي في الميكانيزم او بيسال هاو داز ات ورك، حاجه اسمها البند بندلفت افكت، بتعتمد على التايم كونستانت، ان هي شورت تايم كونستانت بيعمل امتي بسرعه، والتاني اللي هو بيكون لونج تايم كونستانت بيفضي بيكون في ديلي، فبيحصل مع البريشر جريدينت يساوي ان هو الديلي بيفضي في اللي حصل بيفضي بيفضي الاير. يعني لو واحده الفولاي اتلكتيتك والتانية هايبر اكسباندد، فبالتالي الاير يروح من الهايبر اكسباندد تروح للاتلكتيتك، يفتح الاتلكتيتك ويقلل الضغط على الهايبر اكسباندد. طيب في نقطة تانية ان هو الكاردوجينيك ميكسينج، على اساس ان الهارت بيعمل بلسيشن بيساعد برضو في الميكسينج، وفي الكونترالاترال الاثنين شايف التو الفلاي جنب بعضهم دول فاتحين على بعض، فبالتالي برضو بيحصل كونترالاترال فنتيليشن اند ميكسينج، كل ده بيحصل كله في الميكسينج. يبقى عندك كونفكشن، كونفكشن ديفيوجن اند ديفيوجن، كاردوجينيك ميكسينج، كونترالاترال فنتيليشن، بنتلفت افكت، كل الكلام ده تقدر انت تقوله لو اتسالت هاو داز ات ورك. ان سامري احنا قلنا بندلفت افكت ان هو بيحصل جاز ميكسينج بتوين الانهوموجينس لونج يونت، واحده كولابسد، واحده هايبر اكسباندد، واحده عندها تايم كونستانت شورت، واحده عندها تايم كونستانت لونج، ده بيسموه البندلفت افكت. الاوجمنتد ديفيوجن هو جاز ميكسينج ويز الفولاي يونت ديو تو ميكانيكال انجري ميكانيكال انرجي بروفايدد ثرو ذا اوسيليشن، ده الاوجمنتيشن، عمل اوجمنتيشن اوجمنتيشن للديفيوجن عن طريق ان هو زود الميكانيكال انرجي فبيعمل لك ميكسينج. في اللي هي التيلر ديسبيرشن اللي هي السيرفيس بين التو جازز كرييت بايك شيب بروفايل ان وان جاز انكريزنج فيلوسيتي، يعني بيعمل لك زي السهم زي الرمح، يعمل لك زي الرمح، هو الاير هو داخل يحاول يشكله شكل البايك شيب عشان يقدر ان هو يدخل، وهو خارج يبتدي يخرج من الجناب، يعني هو الاير هو داخل يدخل في السنتر اريا وهو خارج يخرج في الايه في السيرفيس اريا. وفي اللي هي اسيمتريكال فيلوسيتي اللي هي الديفرنت دايركشن، زي ما احنا قلنا الاير يدخل في النص وهو خارج يدخل ايه في الجنب. طيب النقطه الثانيه هي ايه، قلنا برضو الالترنت ميكانيزم، قلنا ان هي الجاز اكستشين بيتم عن طريق دايركت بالك فلو، لونجيتيودنال تيلر ديسبيرشن، البند ليفت افكت، والاسيمتريكال فيلوسيتي، والكاردوجينيك ميكسينج، والميكولار ديفيوجنز، والاشياء دي كلها. جاست دي كلها فيزيكس، بس يعني بعض الناس يقول لك والله احنا مش فاهمين هاو ات از ورك، بس هي دي كلها فيزيك نون ميديكال، بس ات ليست تو منشن الميكانيزم 2 اور 3 ميكانيزم هاو داز ات ورك، انه كونفكشن، كونفكشن ديفيوجن، ديفيوجن، والميكسينج عن طريق الكاردوجينيك ميكسينج، والكونترالاترال ميكسينج، والبند ليفت افكت. جاست تيل جاست 3 اور 4 انيموريشن هاو داز ات ورك، وان اهم حاجه ان هي بيحصل توربلنس للفلو وهو نازل. النقطه الثانيه الدي كابلنج، اتكلمنا على الدي كابلنج، قلنا ان في عندك هو اوكسجينيشن وفنتيليشن كلهم مفصولين عن بعض، والاوكسجينيشن بيتحكم فيه اثنين اللي هي المين اير واي والاف اي اوكسجين، وقلنا طبعا مع البدايه الانيشيشن بتخلي الاوكسجين ثابت وتبتدي انت تجست انت تجست الايه المين اير واي وتبتدي ترفعه. لو انت هتحول من كونفنشنال لهاي فريكوانسي المفروض انت بتزود 2 تو 5 سنتيمتر ووتر، طبعا هو الفايف ده من ممكن للانفنت او سوري للتشيلدرن او للادلت، لكن في النيونيت عاده انت بتزود 2، وبعدين بتزود 2 وتمونيتور كلينيكالي بايوكيميكالي اند راديولوجيكالي. كلينيكالي عن طريق الايه الساتوريشن، بتشوف الساتوريشن، الساتوريشن 200 اور نوت 200، تبتدي تزود 1 تو 2 1 تو 2 لحد ما توصل للتارجت اوكسجين ساتوريشن ابوف 92 تو 96 according للسيتويشنز. طيب بعدين عندك اللي هي الفنتيليشن، احنا قلنا اللي بيتحكم فيه او الكنترولد ويز امبليتود والفريكوانس والانسبيراتوري تايم. هاو اي مونيتور الفنتيليشن او الامبليتود عن طريق كلينيكال بايوكيميكال اند راديولوجيكال. كلينيكالي بالشست
اكسبانشن او بيسموها الشيست وجلينج، بالوجن الشيست موفمنت، اللي هي عندك من النبل الامبلايكس او من الامبلايكس لحد الجروين ومن الجروين لحد الثاي. لو انت عايز تعرف ان انت ويل اور اوبتيمال وجلينج اللي هي لحد الامبلايكس او الجروين، لو وصل لحد الثاي تعرف ان البيشنت ده هايبر فنتليتد، تبتدي ادجست الامبليتود اكوردنج للكلينيكال باك جراوند. ليه احنا بنقول كلينيكال باك جراوند؟ لان انت عقبال ما تستنى الاكس راي او قبل ما تستنى البلجاز بتاخد وقت، لكن انت يو هاف تو ديبند اون يور كلينيكال اسسمنت. النقطة الثانية احنا اتكلمنا عنها وقلنا الفرق بين الهاي فريكوانسي والكونفنشن ميكانيكال فنتيليشن، وقلنا ان هاي ريت احنا قلنا اي ريت مور ذان 150 اتس كونسيدر هاي فريكوانسي باي اني مينز، يبقى عندك ان هو بيتميز بالهاي ريت. النقطة الثانية سمول تايدر فوليوم، احنا قلنا اقل من الديد سبيس، فبالتالي اقل من الديد سبيس معنى ذلك ان بيمنع اللي هي الايه الفوليو تروما. قلنا الانسبيريشن از اكتيف، اكسبيريشن اكتيف، في الكونفشنال بيكون انسبيريشن اكتيف، الانسبيريشن بيكون باسيف، ودي ميزه ان هو اكتيف اكسبيريشن، فبالتالي يساعدك في ايه في الاكزهاليشن اور اليمينيشن اوف ذا سي او 2، بيعمل لك ووش للسي او 2. البريجر احنا قلنا الامبليتود بيحصل له سوينجينج اراوند، بيحصل له سوينجينج اللي هي الاوسيليشن، بيحصل سوينجينج اراوند المين اير واي بريجر. الاكسجينشن احنا بنتحكم في تو بارامتر اف اي اكسجين والماء، والفنتيليشن بنتحكم في اللي هي الفريكوانسي والتايد والامبليتود. لكن بالنسبه للكونفنشنال طبعا بيكون الاكسجينشن والفنتيليشن داخلين في بعض وممكن ياثروا على بعض، لكن هنا بالنسبه للهاي فريكوانسي بيحصل دي كابلنج. دي كابلنج يعني ايه؟ ومن هنا جت ميزته ان هو جنتل فنتيليشن، ان هو انت الامبريتو هو داخل ممكن 30 يوصل عمال يوصل للترمينال في تيرمينال الفولاي يوصل 3، فبالتالي هو جنتل يمنع لك الفوليو تروما والبارو تروما. وفي نفس الوقت الدي كابلنج والاكسجينشن ايزي تو مانيبيوليت ويز 1 اور 2 بارامترز، عكس الثاني كل البارامتر انت بتحاول انت تشتغل عليها كلها. النقطه الثانيه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده وهننفصايز عليها اللي هي اكيوت لونج انجري فيرسس لونج بروتكشن استراتيجي. يعني ايه الكلام ده؟ اكيوت لونج انجري on high frequency versus conventional mechanical ventilation. انت عارفين ان هو conventional mechanical ventilation بيعمل cycling pressure. cycling pressure يعني opening pressure collapsing pressure، opening pressure collapsing pressure. يبقى انت عندك لما يحصل ان ال cycling pressure بيبقى up or بيحصل له up، البريشر يكون عالي وزفة كده يقف يقفل ويفتح يفتح يقفل ويفتح يفتح عمال عالي وواطي عالي وواطي، ما عندوش ايه وسطيه، فبتلاقي كل ما يعلى يعمل لك اللي هي الايه البارو تروما، وكل ما ينزل يعمل لك الايه اتلكتيك تروما، وما بينهم انت مش قادر تحدد الفوليوم، فبالتالي يحصل لك الفوليو تروما، واوتوماتيكالي بيحصل حاجه اسمها البايو تروما من اللي هي بيسموها الانفلاماتوري كاسكيد، وخامس تروما بيسموها الراي تروما اللي هي عن طريق الهاي فلو. طبعا مع مع الهاي فريكوانسي ما بيحصلش الكلام ده، على اساس ان انت الهاي فريكوانسي هاي كونستانت بريشر كونستانت، فبالتالي هو بيمنع لك الايه الاتلكتيك تروما وبيحافظ على اللنج تكون مفتوحه. هاي بيحافظ على انه يساعد على الريكروتمنت والاكسجينيشن. النقطه الثانيه ان هو انت عندك سمول تايد فوليوم، فبالتالي ما بيعملش الفوليو تروما. النقطه الرابعه ان انت عندك الامبليتود بيكون لو، لو امبليتود او اللي هي قلنا الامبليتود هو عباره عن او الدلتا بي عباره عن هو نفسه البي اي بي، فبيكون لو بي اي بي، فبالتالي يمنع لك الايه البارو تروما، فبالتالي انت منعت الفوليو تروما والبارو تروما والادريكتوك تروما، اوتوماتيكلي هتمنع الانفلاماتوري كاسكيد وتمنع برضو الرايو تروما. طيب هنا بالنسبه لنا احنا هنا مور هنا الكومبليكيشن اوف فنتيليشن احنا قلنا فيه هي مش موضوع لانج اونلي، يعني بقول والله كومبليكيشن فنتيليشن بتاثر على اللانج، لا ده بتاثر على مالتي اورجان ديس فانكشن. يعني من اول ما انت تحط التيوب من اول الانتوبيشن عنده مشاكل الانتوبيشن، وواحد بيعمل انتوبيشن طول فيه يعمل لك هايبوكسيا، عفوا يعمل هايبوكسيا. النقطه الثانيه لما ركبت الاي تي تي، الاي تي تي ليها الكومبليكيشنز بتاعتها. النقطه الثانيه الفنتيليشن ذا فنتيليشن اسوشيتد ريدوس لانج انجري، وبعد ما ركبت هتحط الاكسجين فنتيليشن اوكسجينيشن اوكسجين توكسيسيتي والفري راديكلز، تعمل لك البريفنتوركولار ليكومانيشيا وتعمل لك البرونكوبالمونري ديسبليزيا وتعمل لك الريتينوباسي بريماتوريتي. وفي نفس الوقت ما تنساش ان البيشن لو طول على الفنتيليتور ممكن يدخل في فاب اللي هي فنتيليتور اسوشيتد نمونيا. فدي كلها كومبليكيشن تبدا من اول الانتوبيشن اللي عملته، حطيت التيوب حطيته على الفنتيليشن حطيت زودت الاكسجين ابتدى يدخل طولت على الفنتليتور
ان انت زودت الايه الانفكشن. حتى في بعض الميتا اناليسيز بيقول مور ذان 10 دايز فنتيليشن ويل انكريز انسيدنت برين انجري باي 10 تو 30%. يعني كل مريض حطيته على الفنتيليتور اطول على الفنتيليتور اكثر من 10 ايام اعرف ان في انسيدنس اوف نيور ديفلوبمنتال ديس اوردر اور برين انجري 10 تو 30%. يعني اليوم الواحد من 1 ل 3% بيحصل برين انجري. يعني في بعض احنا كنا بنعمل راوند يقول لك ايه علاقه اللنج الفنتريتور اللونج بالبرين، يعني ايه العلاقه ده؟ لا طبعا في علاقه وثيقه. انت من الهايبوكس اللي عملتها، من الانجرز اللي اتعمل، من الانترا ثوراسيك بريجر اللي زاد، البيبي اللي بيزيد والبيبي اللي بيطلع وبينزل، السي او 2 اللي عمال يطلع وينزل، كل ده بيعمل لك انترا فنتريكول هيموريج لو زاد السي او 2، وبيعمل لك اللي هي انت بيعمل لك اسكيميا لو السي او 2 ابتدى يقل، وبيعمل لك بي في ال، وبيعمل لك سيبرال بولسي، وبيعمل لك نيورو ديفلوبمنتال ديلي. طيب النقطة الثانية هنا، هذه الفكرة ان انت ما تظنش ان الكومبليكيشنز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن لها علاقة باللنج بس، لازم تحط ببالك انت كاردو ريسبيراتوري. الخطوة اللي بعديها اللي هيتأثر منها الكومبليكيشنز اللي هي الكارديو الكاردياك، فبالتالي الفنتيليشن انديوز لونج انجري اند مالتي سيستم مالتي اورجان ديسفانكشن. في لينك ما بينهم، ان انت عملت بايوكيميكال انجريز وبايوفيزيكال انجريز، وعملت اللي هي الامبيرد في الاكسجين ديليفريز، وعملت الباروتروما والفوليوتروما والاشياء دي كلها. انت زياده الانترا ثوراسيك بريجز نفسيه بتاثر لك على الفينوس ريتيرن، ايه الكارديك اوبوت يعمل لك هايبوتنشن. فبالتالي حتى ايفن قبل ما تحط البيشن على الهاي فريكوانسي يو هاف تو شور اباوت ذا بلاد بريجر، وفي نفس الوقت طول الوقت يكون عينك على البلد بريشر ان ممكن يقل، فبالتالي ما يكون محتاج فوليوم اكسباندر، ممكن يكون محتاج دوبامين اور اول اوف ذس. حتى بعض الناس يقول لك ليه دوبامين؟ انت ممكن تدي مش محتاج ان انت تدي فوليوم اكسباندر، ممكن تدي دوبامين على طول من غير فوليوم اكسباندر. لا، اذا حصل هايبوتنشن ديو تو هايبوفوليميا يو هاف تو فيل ذا تانك بيفور يو ستارت الدوبامين، يو هاف تو فيل ذا تانك ويز فلويدز. طيب النقطه الثانيه، ان انت حطيت البيشن على الميكانيكال فنتيليشن عرفنا الكومبليكيشن بتاعته، ما تنساش برضو الاكسيديتيف انجري من الاكسجين، ده برضو من ضمن الانجري. الاكسجين از ا ميديكيشن، الاكسجين از ا ميديكيشن. طبعا احنا انت عارف ان الاكسجين 21% والنيتروجين 79%. وانس ان انت انكريزد الاكسجين وصلت حطيته 100% ولا شيء، يبقى انت كده مفيش نيتروجين، مفيش نيتروجين، عملت حاجه اسمها ابزوربتيف اتلاكسيسس. يبقى انت عملت ابزورب، تبقى انت من زياده الاكسجين دي انت بغير ان انت عملت له برين انجري وبي في ال ودخلته في سيبر بولس ونيورو ديفلوبمنتال اوت كام بور، كمان عملت له وعملت اللي هي البرونكوبالمونر ديسبليزيا، وعملت له روتينوباس بريماتوريتي، كمان عملت له ابزوربتيف اتلاكتيسيز، دي من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الاكسجين، زائد الايه الفري الفري راديكلز اللي طبعا اللي اتعملت. النقطة التانية اللي احنا لازم ننفصايز عليها، ان انت ما تحطش بيشن على اكسجين 100%. ليه؟ لسببين. يعني حط 95، حط لان انت خلاص بعد ال 60 كله تساوى، خلاص الشنطنج حصل شنطنج من الهيبوكسيميا والكلام ده كله تساوى بعد ال 60. بس هي الفكرة كلها ما تحطش مريض على 100% اكسجين، حطه على 95، حطه على 90، لان خلاص ال 100 زي ال 90 زي ال 95، لان وانس انه زاد عن ال 60 انتهى الموضوع. طيب ليه؟ لسببين. لان انت حطيته على 100% اكسجين زي ما قلت لك يحصل حاجه اسمها ابزوربتيف اتلاكسيس، ان عباره عن اكسجين ونيتروجين. انت خدت النيتروجين، عملت ريبليسمنت بالاكسجين، دخلته في ابزوربتيف، عملت ابزورب للنيتروجين وحطيت مكانه الاكسجين، عملت ابزوربتيف اتلاكسيس. يبقى انت ما تحطش البيشن على 100% اكسجين. النقطه الثانيه، انت لما بتزود الاكسجين عن 100% بيحصل ريمولدنج للبلمونري فيسلز، فلما يحصل ريمولدنج دخل البيشن في بي بي تشين، مع ان انت سبحان الله بتعالج البيبي هتدي هاي اوكسجين و بس الهاي اوكسجين انت ذا موست اكوريت اور سيجنيفيكانت ثينج تو جيف اوكسجين تو فنتليت اللنج، فبالتالي انت ما تحطش مريض على 100% اوكسجين،
بالذات البريماتشور بيبيز. الفول تيرم بيبيز ممكن يحصل برضو مشاكل، لكن احنا ما قلنا ما تحطش مريض على 100% اوكسجين. ليه؟ لسببين، هيحصل ابزوربتيف اتلاكتيسز، النقطه الثانيه هيحصل ريمولدنج للبلمونري فيسلز، وممكن تدخلنا في البي بي اتش ان. البريماتور بيبيز يعمل لك اللي هي بريفنتوكال ليوكومينيشيا، يعمل لك برونكو بالميدسبليزيا، يعمل لك بلودرموس بريماتوريتي، بجانب طبعا الاكسجين اوكسيديتيف ديفكت اللي بتحصل تاني. النقطه الثانيه اللي هي بريفنت الفنتيليشن انديوسد لونج انجري. احنا قلنا انت عندك هنا الاوفر ديستنشن زون واللي هي بيسموها الدي ريكروتمنت زون. فاكرين لما احنا قلنا الانفليكشن بوينت، ابر انفليكشن بوينت، وقلنا اللور انفليكشن بوينت اللي هي الاوبننج بريشر، وقلنا او ريكروتنج بريشر والدي ريكروتنج بريشر. المهم في النهايه ان في حاجه اسمها السيف زون، سيف ويندو. دايما هي الفنتليتور ده بيشتغل في السيف زون او السيف ويندو. ليه؟ لان هو كونستانت هاي بريشر، كونستانت، فهو بالتالي لا بيطلع ولا بينزل، كونستانت، فبيتحافظ على زي البيب كونستانت، فبيحافظ على اللنج اوبن، فبيحافظ على اللنج انها تكون اوبن، فيمنع الاتلكتيكو تروما. وفي نفس الوقت لما ينوم لا بيطلع ولا بينزل، لا هيعمل لك بارو تروما ولا هيعمل اتلكتيكو تروما. وفي نفس الوقت اللي هو طالع نازل طالع نازل، فانت مش عارف الفوليوم انت حاطه قد ايه، فبيحصل لك الفوليو تروما. واوتوماتيكالي الرابع حاجه بيحصل البايو تروما اللي هي الانفلاماتوري كاسكيت، والخامس حاجه اللي هي الرايو تروما اللي هي موضوع الفلو والبي هاي. فبالتالي الفنتليتور هنا الهاي فريكوانسي از بيتر ذان كونفشنالي ريجاردنج اللي هي الفنتليشن انديوس لونج انجري، عن طريق ان هو كونستانت هاي بريشر. كونستانت الكونستانت ده لو طالع ولا نازل، فبالتالي يمنع بارو ولا فوليو ولا الاتلكتيكو. هنا برضو الصوره هنا توضح لك اكتر، توضح لك. شايف هنا اللي عندك الزون الاحمر، كل الاحمر ده خطر، فبالتالي انت عندك الكونفشنال بيطلع يروح لك على الاوفر ديستنشن، ينزل على الاندر ديستنشن، يعمل لك اللي هي الايه، يعمل لك ممكن يدخل في اير بارو تروما والاير ليكس والاشياء دي كلها، او اتلكتيكو تروما. طيب طالع نازل طالع نازل طالع نازل، لكن الهاي فريكوانسي بيكون كونستانت ديستندنج بريشر، يحافظ على اللونج ريكروتمنت. زي ما انت شايف الاخضر، شايف الاخضر ماشي في خطوط ثابته، عامل زي القطر، زي ويفز ماشيه كده زي القطر. النقطة الثانية اديك شايفة اهو، ادي اللنج بعد ما خدنا منها بيوبسي وهيستولوجي، شفنا البيشن اللي كان محطوط على كونفشنال ميكانيكال فنتيليشن شكل اللنج عامل ازاي، وشفنا البيشن اللي كان محطوط على هاي فريكوانسي اللي هي البوست مورتم، بعدين شفنا لقينا اللنج اللي هي محطوطة على كونفشنال ميكانيكال فنتيليشن نتيجة الهاي بريشر، لو بريشر، اللي بيسموه سايكلينج بريشر، اوبننج بريشر، كلوزنج بريشر، اوبننج كلوزر، اوبننج بريشر، كلوزنج بريشر، ادى الى باروتروما، فوليوتروما، تراكتوكتروما، كل التروما حصلت، فبالتالي ده المصير اللنج بعد الكونفشنال ميكانيكال فنتيليشن. النقطه الثانيه ان هي الهاي فريكوانسيز بيتر ذان كونفشنال، طبعا لونج بروتكتيف استراتيجي، عن طريق انت اشوف اللي هي البريشر ترانسميشن ان هاي فريكوانسي، الاير واي بريشر ويف فورم. زي ما انت شايف كده الهاي فريكوانسي نازل، الاوسوليشنز زي ما شايف الويفز نازله قويه، نزلة قوية عشان بتواجه هاي ريزيستنس في التراكية، بعدين تنزل في البرونكيول تبتدي الريزيستنس تقل، البريفرال ريزيستنس كانت الاولانيه سنترال ريزيستنس، بعدين بريفرال ريزيستنس بتقل، هو بيقل معاها لحد ما تنزل للالفولاي اللي هي جنتل وبسيطة وبنت حلال، فمش مش هتنفع ان انت تديها كان 30، تحط 30 امبليتود، مش معقول ال 30 دول هينزلوا من فوق ينزلوا على الالفولاي اللي هي جنتل البسيطة، هتفرقعها. لكن هنا في الحاله دي ان ال 30 نزلوا ابتدى بتنزل على حسب الريزيستنس الموجوده لحد ال 30 دول ما يوصلوا تحت يبقوا 3، اللي يبقى الفوليوم اللي واصل للالفولاي 3، فما بيلحقش يعمل لها ايه فوليو تروما. لكن شوف الكونفشنال مكتوب بالاحمر، الكونفشنال مكتوب احمر، هو انت حاطط بريجر 20 25 كانوا فوق في التراكيه، هم اللي نزلوا على البرونكس، هم اللي نزلوا على الفا، ينزلوا على الفلاي فرقعوها، هينزلوا على الالفولاي يفرقعوها. بريشر اكزيرتد باي ذا فنتيليشن بروباجيتد ثرو ذا اير واي ويز ليتل دامبنج. طيب الهاي فريكوانسي از اتينويتنج بريشر اير موفينج توورد الفولاي، بيسموه اتينويتنج، بيسموه اتينويتنج، يعني ايه؟ الراجل ايه بينزل واحده 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 لحد ما يكون بردا وسلاما على الالفولاي ما يفرقعهاش.
هنا برضو بتديك فلو. ابص هنا ظهرت اكتر، ان شايف ان هنا الهاي فريكوانسي المعمول بالاحمر نازل نازل نازل، سنه 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 سنه، بيكون جنتل، عشان كده سموه الجنتل، الحنين، الحنين الجنتل او الحنين، اللي هو السيمبل، لان هو في عامل دي كابلنج، وتقدر انت تو مانيبيوليت 1 اور 2 بارامترز، عكس اللي هو كان الكونفشن كنت بتمانيبيوليت 4 و3 بارامترز عشان الاكسجينيشن والفنتيليشن. اهو زي ما شايف انجري انجري انجري، شايف انجري طالع نازل طالع نازل، ريسايكلينج بريجر، اوبننج بريجر، دي كلوزنج بريجر، شايف طالع انجري عامل انجري، لكن الهاي فريكوانسي كونستانت، هاي بريجر كونستانت كونستانت، يمنع الاتلكتسيز، وفي نفس الوقت لا فيه طالع ولا نازل، فهو ثابت، بس اللي بيحصل الاوسيليشن هو اللي بيطلع وينزل، الاوسيليشن حتى الاوسيليشن بيطلع بينزل، بيبقى هو اكتف انسبيريشن اكتف اكسبيريشن، فنصه بيكون 15 فوق و15 تحت، لو انت على اساس انت مدي 30 حتى برضه بيحصل اتنويشن، فالبي اي بي حتى بيكون له، فبيمنع لك الايه الباروتروما. الكونستانت بريجر دي تمنع لك الاتلكتروما، عامله زي البيب، ما احنا قلنا هو بيب وسباب، والاوسيليشن ده هو البي اي بي، بس البي اي بي متقسم اكتف انسبيريشن واكتف اكسبيريشن، فبتلاقي نصه نصه فوق ونصه تحت، فالعبال ما يدخل، فبالتالي ما بيعملكش اللي هي الباروتروما. طيب، وفي نفس الوقت عقبال ما توصل للالفولاي مع الاوسيليشنز والامبليتيود والباورز والاشياء دي كلها، بيديك سمول فوليوم اقل من الديد سبيس، هيعمل لك الفوليوتروما، واوتوماتيكال هتمنع اللي هي البايوتروما اللي هي من الانفلاماتوري كاسكيد. طيب هنلخص الكي بوينتس هنا، الكونفشنال فيرسس الهاي فريكوانسي، احنا قلنا سمول تايدا فوليوم، الهاي فريكوانسي بيكون عنده سمول تايدا فوليوم، وفايده السمول تايدا فوليوم ده ان هيمنع لك الايه الفوليوتروما. كونستانت بريشر زي ما احنا عارفين ديورنج انسبيريشن والاكسبيريشن، له بيطلع زي الكونفشنال، ها في الانسبيريشن يكون عالي، هوب في الانسبيريشن في الاكسبيريشن يبقى واطي، والكلام ده كله يعمل لك ايه، افتح اقفل افتح اقفل، يعمل لك الاتراكتوكتروما، فبالتالي هو كونستانت بريشر عامل زي السباب والبيب، فبالتالي يمنع لك الايه الالفولار كولابس والاتراكتوكتروما. انه هاي ماب، الهاي ماب از بيتر فور لانج ريكروتمنت، لو عندك اي ار دي اس ولا ار دي اس، فبالتالي اللانج ستيف لانج اتلكتيك لانج، لما بتدي هاي كونستانت بريشر هتفتح الايه تعمل جود ريكروتمنت لللانج. النقطه الثانيه احنا قلنا الامبليتيود اللي هو عباره عن البي اي بي في الكونفشن، فعاده بيكون قليل، بيكون ريديوس بي اي بي، فبالتالي يمنع لك الايه الباروتروما. النقطه الخامسه ان هو بيتر جاز اكسشينج از جاز مولكيول ار كونستانتلي اجيتيتد انسايد ذا اير واي ديو تو اوسيلاتوري ميكانيزم، ان هنا فايده احنا هاو داز ات ورك، ان قلنا عباره عن مولكيولز، جاز مولكيول عباره عن مولكيول بسيطه وماشيه بكونستانت اجيتيتد انسايد ذا اير واي، وماشيه بطريقه عباره عن اوسيلاتوري ميكانيزم، عارف الاوسيلاتوري ميكانيزم اللي هي نازله بتيربولنس بتيلرز بديسبيرشنز، عامله كاردوجينيك ميكسينج، عامله اللي هي كونترلاترال ميكسينج، هذا كل الميكانيزم اوف اكشن بتاعته كلها فيزيكس، مش ميديكال، دي كل ده فيزيكس، يعني المهندسين يعرفوه احسن مننا، فكل ده، بس هي الفكره ان هي it seem to be work، يعني it seem to be work، يعني انها شغاله وبتجيب نتيجه، كل الفيزيكس اللي عملوها دي بتجيب نتيجه. طيب النقطه الاخيره اللي هي reduce inflammatory and better ventilation perfusion matching، بعد كل الهيصه دي كلها المفروض بعد الفوليوتروما باروتروما اتلكتوكتروما ريتروما انه في يحصل حاجه اسمها انفلاماتوري اللي هي الانفلاماتوري كاسكيد، يبتدي يطلع ويعمل لك الايه اللي هي البايو تروما، فبالتالي برضو ما بيحصلش مع الهاي فريكوانسي. كده يبقى احنا خلصنا ثلاث حاجات، اللي احنا وات از هاي فريكوانسي، النقطه الثانيه هاو داز ات ورك، النقطه الثالثه اللي هي علاقه الهاي فريكوانسي بالبروتكتيف لانج بروتكتيف لانج استراتيجي، او هاو تو بريفنت الفنتيليشن اندوز لانج انجري. ان شاء الله بنكمل ان شاء الله بقيه الثلاث اشياء الباقيين في الهاي فريكوانسي. شكرا.